أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل هذه العبارة صحيحة أن البركة التي في المدينة بسبب أن الرسول صلى الله عليه وسلم مدفون فيها؟ بسبب دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم لها، الرسول دعا لها ولأهلها، فبسبب دعواته صلى الله عليه وسلم صار للمدينة فضيلة على غيرها، وأنها دار الهجرة ودار المهاجرين والأنصار. نعم.